الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. محترم سامعين، أرمياني هم تفسرتيو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معني تقريركم عنوان حقوق العباد. محترم حاضرين، دين الإسلام تاخ عالم غير مذهب تمكمل ذات حيات. جنانت أثمت اعتقاد دي، أثمت أخلاق دي، أثمت معيشت دي، أثمت اقتصاديات دي، أثمت مساوات دي، أثمت عبادات دي، أثمت تجارت دي، أثمت جهاد دي، أثمت دعوت دي، أثمت علوم دي، أثمت أعمال دي، أثمت حبوب الله دي، أثمت حبوب الإيمان. سامعين، انسان اسمت بيت اسمت زمداري اور اتصدان. نمبر اخ اللہ تعالیٰ سے حقوق ادا کریں. نمبر ز بندن حقوق ادا کریں. یس انسان دشمت اسمت حقوق ادا سے کران سوچ بگن خدر مثال تائریل بنان. تو ہم تک اور احمد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپنے زندگی مجھ دشمت اسمت حقوق ادا کریں تھوڑی دیوان. چنانچہ تیرت حسر زندگی اسمت یا سفر زندگی، مسجد زندگی اسمت یا گھر زندگی، لہذا دعا کرو اللہ تعالیٰ دین اسلامی حقوق العباد اس معاف کاری کرنے کی توفیق. آمین.